مستمعينا الكرام، اصدقاء برنامج البطولة على شادا اف ام لا غاديو بوزيتيف، كنرحبوا بكم في هذه الساعة ونص 90 دقيقة من 3 ونص حتى 5 في هذا الموعد اليومي من 2 حتى الجمعة، دائما صحبة كابتن فخر الدين رشيد. تحية لك خويا منير وتحية لجميع الصديقين والصديقات. مال الريتم ديالك طايحة صاحبي؟ لا ضع لنا واحد الصديق ديالنا اليوم الله يرحمه ويسعده صراحة مسكين، واحد صديق ديال الدرب وديال الله يواليه برحمه الله اللي كيتخوى معنا مسكين ونشوفوه يتبحر معنا وداك الشيء فايده به. البارح مسكين وفاته المنيه ماشي 10 ديال الليل الله يرحمه. صار في الحياه دائما تنقول لك منير قصير وقصير جداً. يمكن الناس كيستمعوا لنا هو شارع غاندي خالد السباعي اللي هو معروف ديك الباطمه العوجه اللي معروف واحد شارع غاندي عرفات بزاف ديال الكويريه وديال الفنانه وديال الله يرحمه الله يرحمه مسكين الله يرحمه. وصراحه انا منير ملي كيمشي شي واحد الله يسمح لينا حنا ما كان مأمنين بالقضاء وكلشي على القضاء الصديق اللي تيكون حداك وهذيك كتبقى ديما ديك الملامح ديال وجهه كتبقى كتبقى حداك. الله يرحمه مسكين ويوسع عليه الله يصبر عائلته وسورته اخته لان هو ما مجوج ما والو كانت عزيزه عليه اخته مسكين بزاف الله يصبر عائلته وتعازي العائله ديال خالد السباعي. امين. وبالمناسبة كذلك نتمنى حتى الشفاء العاجل لحسن البصري. اه ما فخباريش حسن البصري شي وعكة صحية على العين غيدير شي عملية على العين ونتمناو ليه ان شاء الله الشفاء العاجل. وعيد ميلاد سعيد لمحمد ماغودي اليوم ما شحال كمل الشيباني حتى هو 74 لا حوالي ماغودي راه بشحال هادي هو كاين ما تكون عنده 64 تكون 74 تحية تحية سي محمد عرفتي علاش تجي 74 دغيا لان العصب هتجي 74 عمره ما كان مرتاح 50 فتحية لزملائنا كاملين تحية لكم كاملين. فخر الدين اخويا غدا غدا ان شاء الله لا لا بغيت نسبق الفرح بليلة غدا الانطلاقة ديال كوب دوروب. واحد العدد من الجماهير المغربية كتنتظر الانطلاقة ديال كوب دوروب. فرحت علاش علاش هاد لا هو الطريقة ديال اش نقول لكم هنا ديال التقديم ديال الاورو والمنتخبات المشاركه الملاعب منير الطريقه ديال الملاعب ذاك الجو اللي كتعطاك ذاك النقل سيرتو هذه النسخه. شوف منير الله يرضي عليك حتى واحد ما يختلف بان جميع الاشياء كتكون مخالفه. علاش حنا كوب دافريك كيدوز مظلم وكيدوز في ملاعب كارثيه كندوي معاك منير واخطاء تحكيميه خطيره واش حنا باقي راه 2000 منير 2021 وداخلين على هذا وباقيين. دابا الناس كتقول لي علاش الناس كيتسناو كيتسناو غادي يشعل التلفازه غادي يشوف ليماج يشوف الضوء يصحبوا النهار ماتش ملعوب بالنهار ورا ملعوب ورا ملعوب بالليل وكانه ملعوب بالنهار لان التقنيه منير والمسائل كلها كذا هذه كلها مسائل كتعاون هذاك المتفرج. ما كنقولش انا المغربي ولكن عامه منير في العالم كله الناس كتجلس باش كتشوف ذوك المباريات. البارحه كانت تلعب البرتغال مع اسرائيل كاين مباريات وديه كثيره. الناس دابا كيهضروا على فرنسا دابا المجموعه اللي كيهضروا عليها بزاف خصوصا كتبقى هي ديال فرنسا والمانيا. دابا هما شنو هو الحديث ملي كيشوفوا المانيا كتنتصر مولي ديك الحصص وشوفوا البرتغال وشوفوا هذاك ما خطر بلغاري وحتى هذيك كلمه بلغاري عندك تخليها ابا بين قوسين بين قوسين الله يرضي عليك منير. فهما حاطين راسهم تيقول لك فين حنا دابا فهمتي. والجمهور اللي ما عنده علاقه بالمنتخب كيتسنى كيقول ها هما هذو كيوجدوا فعلم الله البلاطو اللي غيعطيونا كيداير لا المنافسه خصو يشوف سميتو يشوف 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 كره. انا نقول لك واحد القضيه كتشوف جميع المسائل اللي كتمناها في كره القدم كتشوفها. واش انت مع ديك المقوله اللي كتقول بانه راه اوروبا هي الكمال لله واش اوروبا هي الكره هي المثاليه هي ماشي ما ناخذوش بهذه القضيه هي المثاليه في كل شيء في الصوره في اللعب في ذاك البروتوكول ديال تقديم المنافسات التنظيم واش هي زعما داك الشيء علاش كاين هذا التوجه لاوروبا كنبغيو نشوفوا داك الشيء اللي جاي من البحر لهيه ما كتبغيش على احنا على احنا منين منير احنا في افريقيا وفين احنا خصوصا المغرب احنا كنشوفوا في اوروبا الله يرضي عليك. حنا ساعة المكانة المخير فينا يخرج يمشي عب شومبرير كيقطع سميتو شحال ديما سمعتي شومبرير شومبرير سمعتيني كتخرج به
البحر. فلهذا انا كنظن بانه خصنا نستافدوا وخصنا نتقدموا وخصنا نشوفوا منير نشوفوا شنو هي الاخطاء شنو الاخطاء اللي حنا كنرتكبوها وهاد الناس، لان راه بزمن لك خصك توصل للمستوى والمبتغى. نعطي البرنامج ديال المباريات، فغدا كاين مباراه وحده الافتتاح مع الثمانية وخاصه قبل ما نعطي البرنامج النسخه ديال هاد السنه اختير لها انها ترفع المجموعه ديال الدول المجموعه ديال الدول راه قريبه احتفاء قريبه منير هذه ديال قريبه الدور. قريبه اي قريبه. دابا حنا كندويو على انت غدا بغيتي ديرها في دول افريقيه الله الله واختاريتي الدول اي يعني لا جمهور غيتفرج بلاتي. لا فرق غادي تنتقل عندك بعدا تخيل مثلا عندك ماتش زامبيا وجنوب افريقيا ولا تونس ولا الجوله الاولى ماتش غتلعب في تونس غتمشي والماتش الثاني غادي تلعب في في اديس ابيبا دير ديك الرحله ديال تونس الدوحه عاد ترجع ولكن راه شوف راه كاين لا شوف منير خاصنا نخدموا وخاصنا نجتهدوا. فغدا كاينه تركيا مع الايطالي مع الثمانيه في الاولمبيكو. ماتش ماشي سهل في الاولمبيكو في روما. زوين هذا الماتش. والسبت ثلاثه ديال المباريات المجموعة الأولى فيها الويلز مع سويسرا لاعبين في باكو في أذربيجان وموراه غادي يلعبوا الدنمارك مع فنلندا على المجموعة الثانية ونفس المجموعة مع الثمانية فيها بلجيكا وروسيا ونهار الحد كاين سيدي لونجلتير مع كرواتيا غادي يلعبوا في ويمبلي والنمسا مع لا ماسيدوان وهولندا مع أوكرانيا غادي يلعبوا في أرينا يوهان كرويف مع الثمانية. كاين بعض الدول اللي غتستافد انها غتلعب في الملاعب ديالها. ما كيف والو ما كاينش. انا والله ما القضية ما كنظنش. كاين دخول ديال واحد النسبة ديال الجمهور. وي. اللي غادي تكون ولكن سا نوبيش با انا بالنسبة لي هاد الناس كيعجبوني لانه لا داخل ولا خارج ما فيهاش هاد القضية ديال ما كاينش هناك الداخل والخارج. ما فيهاش. نعطيوها واحد شوية نعطيوها ياك نعطيوها واحد شوية ديال الاستبغاء ولكن ما كنظنش. ما كاينش هناك استقبال. وكأن كلشي مستقبل. حنا مازال غادي اللي كنتمناو منير غادي نتمتعوا بالكره. غادي نتمتعوا بالكره نذكروا بالمجموعات. المجموعه الاولى فيها تركيا ايطاليا ويلز سويسرا. المجموعه الثانيه الدنمارك فنلندا بلجيكا روسيا. المجموعه الثالثه هولندا اوكرانيا النمسا ولا ماسيدوان. المجموعه الرابعه انجلترا كرواتيا سكوتلندا تشيك. المجموعه الخامسه اسبانيا السويد بولونيا وسلوفاكيا. والمجموعه السادسه مجموعه الموت كاين لا هونغري المجر والبرتغال وفرنسا والالمان. هما كاع مجموعه الموت. لا مجموعه هما ما سموهاش ما كيعطيو هذه القضيه هذه كاع ما سمعتهمش كاع كيعطيو ذوك التسميات. واحد كاين فرق ديال الموت ماشي من ناحيه الكره. الكره لا حنا ملي تكلمنا مجموعه الموت ميتين اصلا ما فيها حتى فرقه حيه. الله يرضي عليك وقعت البارح كان واحد البوليميك ديال من بعد الاستقاله ديال طلال الشيخ مدير البطوله العربيه سمعتها وكان الكل كيتحدث ان الاستقاله مقدمه ديال شي حاجه يمكن الغاء النسخه فالاتحاد العربي به فيه صدر دغيا بلاغ دغيا باش ما يخليش قال لك المنافسه المباراه النهائيه بين الرجاء المغربي اتحاد جده السعودي في الموعد ديالها 21 اوت في الرباط ما يخليوش هذا ما يخليوش هذا البوليميك. انت منير انا معك دابا كوما خرجوش هما بهذا هذه راه كاينه غادي تبقى ويلي هاد ال 24 ساعه اللي جايه وهذه اللي جايه كلشي هادشي اللي غتسمع والمنافسه غتلغى تلغى غتلغاش الامكانيات علاش قدم هذا الاستقالة ماشي واحد هو اللي كيحكم في الكره. الكره ما واقفاش الاتحاد العربي ما واقفش على شخص معين. علاش هاد القضيه عندنا حنا في المغرب؟ حتى هنا عاوتاني ملي كتخرج شي غير شي نبيشه ديال شي خبر وكيخليه وكتضيع ما كيعرف فوالا تيخليه حتى الله يستر كتولي ويقدر هذاك اللي مخرجه هو اللي من بعد كيخرج وكينفي يقول لك لا لا علاقه لنا احنا مع مره ما كنا فخر الدين غادي ما عمرني ما استقلت فخر الدين في العشيه غادي يسيني في هذا لا 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 ما كاين حتى شي حاجه رسميه كاين حتى شي حاجه رسميه. واش هذاك المدرب غيسيني معكم؟ لا شفنا جالس معكم وهو مالكم كيفاش؟ لا غير تلاقينا معاه غير محبه اخوه تصورنا معاه غير خلينا الله يحفظك. تحيه المستمعين الكرام. فاليوم غنتكلموا على مجموعه ديال هناك مجموعه ديال المحاور كاين البطوله الاحترافيه المباريات المؤجله اللي تلعبات البارح ثم المباريات هذه اللي غادي تلعب مازال جوله وحده ديال المباراه ديال الدوره 19 جوج ديال المباريات غادي تلعبوا نهار الاحد ومن بعد الفرق كلهم غيتساواو في 21 مباراه. كاين البرمجه الجديده ديال المباريات من الدوره 22 حتى 26 نشوفوا الانعكاس ديالها على الانديه الممثله لنا في المنافسات الافريقيه
برمجة حارقة بالنسبة للوداد وفريق الرجاء. ما غنساوش كذلك إطلال على المنتخبات الوطنية، المنتخب الأول عنده مباراة مع بوركينا فاسو، ثم ما يحدث في منتخب أقل من 23 سنة هو اللي دخل في التجمع، ومنتخب الشبان المقبل على كأس العرب في مصر إن شاء الله، إضافة إلى أخبار متفرقة. تحية لمشاهدين على صفحة الفيسبوك. زياش لاعب ممتاز لكن بلاستو كارس ميلا توجد ربما 20 دقيقة. وشوف زياش كيبقى شئنا ما بين لاعب كبير، ولكن كسائر لاعبين الكبار اللي دازوا في الفريق الوطني المغربي، واش كتحس بال انه داخل المنظومه وبالوزن ديالو؟ الوزن ديالو حيت الا شفتوه من بعيد، حيت ما نبغيش انا هاد زياش ولا اشرف حكيمي ولا هذا حتى هما يسرع عليهم اللي يسرع على واحد العدد كبير ديال اللاعبين اللي ما فازوا حتى شي لقب. تجارب كبيره دازت فوالا، وهذا هو اللي غيكون خطا كبير. تحيه لكم من حدا السينما سينما لاكبورغو، كل شيء سينما لاكبورغو كيتسنى بطولة أوروبا القهاوي ودوروا الحركة. عبد العبد ما نظنش أن المقاهي عندهم الحق لا كاين كاين يديروا البث ديال المباريات، ما كاين مشكل دنيا يعني. حيت كان المنع تابعوا كان شحال هذه يا منير دابا. السي حمزة بالغين، ماشي من حقك أخويا تطلب من شي واحد يصحح ولا ما يصححش، هذا كيبقى رأيك قولوا أنت سمعتيها عند شي واحد، ما تفرضش، كل واحد كينطقها كيف ما بغى. السي حمزة شنو هي أخويا؟ شي حاجة خلاها، ما بغيتش نعطيها قيمة أكثر من هكا. إيوا صافي. كتكون في إطار نقاش كنهضروا بواحد المصطلح، شي واحد كيقول لك لا صحح راه هذا، هذاك في رايك انت في نظرك انت، خلينا حنا كنهضروا في الشيء اللي متداول، كنا كنخرجوها بواحد العفويه التلقائيه. تحيه التقدير واحترام خويا المنتخب، تفرج 15 دقيقه داني النعاس، لا باس لي داك النعاس، حنا راه تفرجنا في الماتش ما داناش النعاس من بعد، فوالا كتقول فين غاديين بهذا الشيء. تحيه لكم، شكرا زياش لاعب ممتاز، شكرا سي حسن. تحيه لياسين، وزاره العدل السويسريه كتحذر الفيفا واليوفا الا طبقات العقوبات على البارسا والريال واليوفي، الفرق على قبل ذاك السوبر ليغ. هي هنا باش كنقولوا راه اي مؤسسه كيف ما بغات تكون الحجم ديالها راه ديما كتلقى جهاز عالي فوقك كيراقبك. تحيه لك سي ياسين، شكرا تبارك الله عليك خويا منير. تحيه لك انت وسيف خير الدين، والله خويا عاد تفرج دابا في المقابله ديال غانا والاوروغواي نصف نهائي ديال كاس العالم 2010، والتفين مشيت يا صاحبي. لا ضيعوها والله دمعت، علاش ضيعوها منير؟ بالك شي ديالهم العقليه ديال لا 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 العقليه كانت بعد ضربه الجزاء اللي ضاعت ديال دي سواريز فاش خرجها بيدي. بيان سور اللي كانوا طارق فاضلي، تحيه لك اخويا حمزه. تحيه لك اسامه هبان الحسوني، والله حتى احسن لاعب في البطوله وغادي يمشي للاهلي المصري العام الجاي. انت شكون اللي قال لك سي اسامه؟ خليه واخا حنا غادي. سي حسن كيفاش غيديروا اللعابه ديال الوداد اللي في المنتخب؟ ما فهمنا والو حق الله، الا مثلا الا دخلهم رسميين هي الوداد، ورا دخلهم دخلهم رسميين ورا دخلهم رسميين. سي حسن واش انت معانا ولا باقي البارح؟ عبد الله التمار خويا منير الله يرحمه الوالدين، تكلم لنا على الحيف الذي يتعرض له الجيش الملكي بخصوص اغلاق المركب في وجهه. خويا اغلاق المركب، الناس اللي غلقوا المركب هي الشركه المكلفه بصيانه الملعب ديال الصيانه مع وزاره الشباب والرياضه اللي كيوجدوا الواحد الموعد اللي هو لو 21 اوت، هو موعد راه ماشي ديال هذا الفريق وماشي ديال ذاك ديال ديال الاتحاد العربي وديال المملكه وديال. ما نقولش لك اخويا حيف، الحيف هو علاش ما كاينش خيارات اخرى في مدينه الرباط فين استقبل فريق الجيش الملكي. وبالمناسبه الله يرحم ملعب الفتح بالفيدير صافي مشى، كتشوف ذاك المناظر ديال الملعب. لا ما هذاك سوا تبارك الله، لعبتي فيه كلاعب وكمدرب؟ لعبت فيه مولير ماشي مره ماشي جوج، راه بطولات لعبنا فيه تما، لا هو لا مع الجيش الملكي، هذا كل الملعب اللي كان. تحيه طيبه مبلله بقطرات الامل سي حميد مكناس، الله يحفظك. الله يبارك فيك خويا بارك الله. بعد مباراه المنتخب الوطني مع غانا بهذا الاداء والمستوى، يمكن القول ان المنتخب الوطني قادر على الفوز بكاس افريقيا على الاقل الوصول لدور المتقدم؟ الله اعلم. لا تي باقي بينه وبين كاس افريقيا باقي واحد ست شهور بلاتي. فتحيه المشاهدين على صفحه الفيسبوك، ندخل معك في فخر الدين الجديد للمنتخبات الوطنيه. بعد المنتخب الاول كيواصل التدريب ديالو غيلعب مع بوركينا فاسو، عندك شي انتظارات للماتش ديال بوركينا فاسو؟ عندي والو ولي نشوفها راه ثاني شكون هما التشكيله اللي غيلعب بها، واش نقدروا نشوفوا البدايه ديال زياش حكيم زياش مع من الاول بن شرقي، نشوفوا لا نشوف شي طريقه ديال اللعيبه. انا نقدر نهضر بن شرقي نخليه ابار، نشوف انا ليكيب اللي غيبازي عليها هو اللي باغيها هو، في انتظار ما تسفير عليه يعني كيف نقولوا البقيه ديال المباراه، نشوفوا غير على الاقل كيفاش غادي يدخل.
اخر. دابا البروبليم اللي عندك كنتي واحد الوقت من الاوقات كتعرف ال11 وبعد مرات ملي كيتلعب ماتش كتقول حتى احتمال التغييرات اللي غيكونوا في الماتش الثاني كتعرفهم. دابا المشكل اللي عندي مطروح عندي انا عندك انت واحد الناس ما معروفش شكون هما اللي غادي يبدا بهم. واش يبدا بهذيك المجموعه اللي بدا بها ذاك النهار مع غانا وبنفس التغييرات الله اعلم. ما عرفتش اللاعبين ديال الرجاء والوداد غادي يلعبوا ثاني مره اخرى ملعوبه المباراه السبت الوديه هما عندهم جوج مباريات الحد كي غايديروا غادي يعاودوا يلعبوهم ثاني دابا هنا هذا كاين مشكل مطروح في حد ذاته. هادي انا بعدا هادي ما قبلتهاش. هاد اللعبه داخلين خارجين هذا معسكر لا انا قلت لك واحد لقيتها وقعت لينا حنايا وبغيت الناس يصلحوا ليا الا لعبتي ماتش دولي خصك راه تويتر عاد باش تلعب. هادي كانت في القانون وكان في اطار التوافق اللي كان بين الفراقي في هذا التجمع باش يتلعبوا المباريات وسط الكونسونتراسيون للفريق الوطني واش طلقوا لنا اللعب ولا ما طلقوش في اطار هذا الاتفاق اللي كان معاهم سمحوا لهم باش يلعبوا. اي ولكن انا عرفت كاش قلتي وانا كندوي معك بالقانون اللي كان ايه انه 48 اور عاد يلعب اللعب حيت تكون جو شكون اللي دارت هذا القانون هذا نورمالمون راه كيتسمى باش اللعب كيريكيبيري وكيدير باش كيلقط فهمتي حيت تكون جو الفراقي كيفاش دابا انا بحال البنزرتي البارح كون جو دخل عاوتاني يلعب لود يلا لعب يلا لعب البارح لعب كتلعب 20 مينوت شي 82 اللي لعب تقريبا كي غادير ليه غادي تقدر تسبب لي في شي حاجه اللي ماشي يعني امبوسيبل راه هو لاعب ديال كره القدم. اذا هنا بان لي ما كانش توافق مالغري هادشي اللي كتقول منير انا متفق معاك عليه ولكن انا كان بالنسبه لي انا هاد اللاعبين كانوا يبقاو مع فرقهم او اللي يبقاو مع المنتخب وما يتبرمجوش المباريات. درتي جوج الحوايج يبقاو مع فرقهم ويلعبوا ولكن ما قلتي ولا يمشوا مع المنتخب وما يتلعبوش لي ماتش. انت 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 داخل انت خارج رانا لعب هالصاك ديالي غادي لا سيليكسيون. اول حاجه الهدف ديالي ملي كتدخلني في تجمع مع السيليكسيون اش كيبقى يبان لك انت لا سيليكسيون فوالا كونسونطرا كانت كونسونطرا مع السيليكسيون عندي بلاصتي غنطرب عليها عطيتيني مع الوداد هذيك لا كونسونطراسيون ديالي مع الوداد غنشوف الماتش ديالي غدا كيفاش غنلعبو وغادي نكون مع الدراري وسيرتو الا لاحظتي هاد الماتشات اللي لعبها لا الوداد لا الرجاء ماشي مباريات عاديه ديال وسط ديال وسط البطوله ماشي عاديين ديال فوالا ماشي عاديين يا منير انا تنقول لك انت كتدخلني مكونسونطري وتنقول يا ريت واقيلا نبقى هنا وغدا يلعبني انا واحد ويقدر يكون العكس ويكون عاوتاني كون يطلقني نمشي لفرقتينا لا ولكن لا ولكن لا منير ما انا بالي ما كانش هناك يعني ما كانش شي اجتهاد اما غير من ناحيه القانون اللي قلتي حتى الفرق كان عندها الحق انه تقول للجامعه وتقول للعصبه اسمحوا لنا القانون كيعطينا عندنا ثلاثه اللاعبين دوليين اكثر ما نلعبوش مباريات كون كان الاتفاق في هذا الباب كان غتكون شي حاجه اخرى ولكن بما انا علاش هضرت معك منير هضرت معك غير على الكونسونتراسيون ديال لي جوور حيت عندك شي واحد يكذب عليك يقول لا راه لو جو لعب راه لعب كتنادي عليا المنتخب منير كندخل وسط المجموعه ديال المنتخب انا جالس مع السايس مع زياش ومع حكيمي وانا كنشوف شويه كنهصك شويه كنهصك غنرجع كنرجع عاوتاني وما كنترينيش مع فرقتي فوالا كنمشي ندخل لعب راه كنمشي فوالا كنلعب كنهز عاوتاني صاكي كنتمشي عاوتاني لا سيليكسيون ما تنظمش منير حيت هذيك وكانت انا بغيت نشوفها علاش كنقول لك انايا علاش كان مره مره ماشي مره مره ديما كنعطيو ليكزومبل حتى شتي الناس سالاو فضاو المعسكر داخلين تكونسونطراو دابا صافي ما بقاش شي واحد مولاي كيهضر لك دابا على لي ماتش ونقدر نقول لك شي تخربيقه انا فكرتك البارح ملي قلتي لي العياء اللي كيهضر عليه هو واحد وداك الشيء شتي الناس كيلاعبين وكنشوف اللعبه ديال البرتغال هذاك ديال السيتي اللي ماركا ولا ما عرفتش الله بدايه ولا ديال اليونايتد ديال بحال الله بدا لا سيزون وترى موني راه وعين هذاك الراجل دابا اللي لعب معاهم ذاك رولاندو نورمالمون خصو يكون مخبي في شي بلاصه جالس داير كابيتان ديكيب كاع ما كيتحرك ولكن راك شتيه منين سجل احتفل وكانه اول مره عيطوا عليه في المنتخب بغيت نقول شي تخربيقه وكنتحمل فيها مسؤوليتي هاد المساله ديال اللاعبين الدوليين والكونسونتراسيون الفراقي راه كون كانوا شي فراقي اخرين من غير القطبين ديال الدار البيضاء الله يتمشيو للعب المنتخب وتلعب الماتش ديالك بالزمن بالزمن لك صبرك ولكن لانه حنا في خوفا من هذوك الجوج الكبار هادشي اللي كاين هاد الساعه القانون كيبقى
وفي فينالمون ما اللعابه تكونسونطراو مع المنتخب. لا شوف انا نخلي كل شيء ونهضر معك على هذه النقطه الاخيره تكلمتي عليها اللي هي انايا اللي قلقاتني كرويا هذوك الدراري ما خليتيهمش مساكنين يتكونسونطراو ما عطيتيهمش حقهم في السيليكسيون عطيتيهمش حقهم ناديتي عليهم وميم طون هازين سيكانو واش غادي نبقى هنا نمشي هنا نبقى هنا واحد القضيه ورات الاصابه تقدر تعرض لها في اي لحظه وهذا راه كيحطها اللاعب على يعني ما بين عينيه اذا هذه كلها مسائل كتلعب عند الجمهور. انت مثلا كلاعب ما غاديش نهضر على السميات كاين دابا الكعبي العملو دراحيميز مازال زنيتي تاكناوتي الحدود ديالهم حتى هما مونير لا الحدود كيدربوا حتى هما التدريبات ديالهم صعيبه لا ولكن الحدود ديالهم باش يلعبوا مع بونو مع لا الحمدي. ما تنظنش ناقصه ولكن كيدربوا ما اللعاب الاخرين عنده الامل انه غيدخل كيعرف اسوا دابا في هذه اللحظه اللي حنا باركين شنو غيكون كيدور بدماغه كنهضر على عملود جبران رحيمي عملود جبران ورحيمي والكعبي واش غيتكونسونطرا على الماتش ديال ليكيب ناسيونال السبت ولا الماتش ديال فرقه نهار الاحد اللي خصك النقطه الايجابيه في هذا الشيء كله هو هاد الدراري ملي كيمشيو على الاقل بعدا كيحققوا انتصار وتيجيو بعدا مورالمون مزيان تيقولوا بعدا راه استفدنا هادي خصك تقول هادي هي النقطة الإيجابية ملي كيمشيو كيهزو سيكانهم على الأقل كيمشيو يجيبوا ثلاثة نقاطي ورجعوا وتيرجعوا كيعاونوا بعض الفرقة الواهرة هي تكون النتيجة ما كايناش وأنت مقسم ما بين هنا وهنا هذيك هو الكارثة الكارثة هذيك ففي جميع الحالات كنتمنوا التوفيق للفريق الوطني المغربي في قادم المباريات على الأقل اللي ورينا شي حاجة اللي ما شفناهاش المنتخب الأولمبي بالموازاة مع المنتخب الرديف يعني المنتخب الاولمبي هو تحت اشراف الحسين عموته فلعب مباراه وديه اولى مع فريق الفتح الرباطي مباراه وديه شرف على الحسين عموته خدموا فيها مجموعه اللاعبين واللاعبين ديال الفتح الرباطي هما اللي انتصروا بخمسه لواحد تبارك الله السلام لائحه الفريق الوطني المغربي اللي كاينه ديال المنتخب الاولمبي وكنتسائلوا علاش ما تمش النشر ديالها وما تعطاتش هذه اللائحه هذه في الموقع ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فاللائحه فيها سامي التلمساني حارس مرمى اللي كان جا من تشيلسي عادل تحيف اللي لعب لاكوب دافريك اوفا مع زكريا ايمن احتي كذلك لاعب اميون الفرنسي ابراهيم القادري لاعب فولندام الهولندي ما لعبش بزاف اسماعيل بولغشا لاعب ديال ليل اسماعيل السيباري لاعب ديال اندوفن وسام علو ديال اوتريخت حمزه الهوادي لاعب ديال ليفورنو امين الوزاني ديال بورغ اومبريس ديال فرنسا عبد الصمد الزلزولي ديال هيركوليس واللي كان لاعب سابق ديال الاكاديمي بالنسبه للاعبين اللي كانوا ديجا في الجروب ديال المنتخب لي او 20 ولا غادي يوليو اولمبيين اللي كانوا مع زكريا عبوب محمد جواب ديال الاكاديمي حمزه بوسكل ديال الاكاديمي كذلك يوسف الغزال الحارس ديال الاكاديمي شرف الدين بولهرود اولمبيك تشيره لاعب ديال الفتح اشرف رمزي اسامه الزمراوي شباب محمديه مروان اهرو ديال اتحاد الخميسات حمزه ايغامان ديال الجيش الملكي جهاد موصل للفتح الرباطي وحمزه الدرعي ديال الدفاع الجديدي كانت لائحه غايبين على واحد العدد ديال اللاعبين الرسميين اللي كانوا في لي او 20 وهذه دارت لتجريب هاد اللعابه هادو اللي جاو ولكن واش ما بانش لك ان كاين واحد شويه ديال واش نتا عموته مع المدرب مع الرديف اللي هضرنا عليه البارح ولا مع الاولمبي في نفس لا سيمين في نفس المركب واش كتبين لك هادي واش كتبين شويه وفينا هو حنا كتفوضى حنا كنهضروا بالقانون وحنا بغينا نساو الماضي ونهضروا على الحاضر الماضي كتكتبوا فيه اخطاء والماضي خص يكون هذا فين انت دو كونسونطراسيون فين شوف انت ملي كتكلم على الكره المغربيه وعلى فين بغيتي توصل وفين النتائج ديالك وداك الشيء راه خاص هذا الشيء اللي كتهضر عليه انت انا ما متفقش معك عليه انا شخصيا ما متفقش انا على مدرب تعطيه دو سيليكسيون ما عرفتش علاش وكل وحده بلي زوبجيكتيف ديالها لا ولكن علاش اصاحبي انا هاد السيد هذا نعطيه سيليكسيون عطيه ديك الساعه اللي غتمشي لقطر خليه عموته تكونسونطرا مع ليكيب ديال قطر ويبقى العينين ديالو واش كيشوف فيها اللعابه اللي غيلعب بيهم قطر سلام من هادوك لعب ماتش اميكال خصو يدخل معسكر اخر ديال الاولمبي اللي كيشوف فيهم هما اولمبيين اللي باقي الوقت ديالهم اللي غيلعبوا في اللي غيلعبوا في 2023 2023 يعني الوقت ديالهم باقي مازال ولكن انا بالنسبه لي منير ماشي هي ديال الخدمه هذه ماشي خدمه احترافيه هذه دابا كتمال شدايفان
مواصل معكم مستمعينا الكرام، خدمة مش احترافية ولكن غادي نوصلوا النقاش واخا هكاك مع منافسات البطولة الاحترافية. وباقي شي حاجة على منتخب الشبان غنقولها لك من بعد الفاصل ان شاء الله. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على الشادة اف ام. تحية المستمعين الكرام، نذكركم بالارقام الهاتفية ومرحبا مرحبا بكم ومرحبا بالاراء ديالكم على 0522 36 10 36، 0522 36 05 36. وتحية لمشاهدينا على صفحة الفيسبوك. انا جاي باش نقرا بعد تعليق نبدا بك السي حكيم ريان ثاني تبلاتي. انا جاي نكمل غير مع المنتخبات. فالراي ديال الفخر الدين انه هذه المساله لا ما معقوله ديال ما غير معقول جوج ديال التربصات. اسمح لي يا منير، اسمح لي، كاينين اطر، كاينين اطر منير، اها كاينين اطر منير، وكاين الفلوس كتخلص الناس كتسميتو. واسمح لي انا ما متفقش الراي ديالي هذا، وكنظن العقليه اللي كنشوفها عند الناس والخدمه كيفاش كتكون. ما نضرش انا شي واحد، انا نعطيك واحد القضيه، ما نقبلهاش دون زان كلوب، ما نقبلهاش انا بحال اش دون زان كلوب. بحال دابا انا نعطيك ليجينيو، نعطيك شبان، ونعطيك فيتيان، وانا نعطيك اقل من كانوا دي زيكيب كيديروا لادجوان ديال ليكيب بريمير هو لونترينور ديال الاسبوار. لا هذيك ما هذيك، شوف هذيك ما داخلاش هذاك. علاش كيقول لي بحال هكاك كوم كوا باش يبقى دائما عنده علاقه بهم؟ عنده علاقه بهم. انا كنقول لك انا حتى في الفرقه ما نقبلهاش، ما نقبلش انا واحد المؤطر كيشرف على جوج ديال الفئات، لان خص لا كونسونطراسيون. انا بالنسبه لي السي حسين عموته ما تنظرش منير هو غايقول لهم عطوني جوج فراقي ولا عطوني ثلاثه فراقي. طرحات عليه، ويمكن دابا حيت باقي الله الامور باقي ما كاين والو، راه بحال تقبلات. نفرض دخلنا شي اقصائيات اللي هي صعيبه وما كاينش نتيجه، ساعه هضره اخرى هذيك، غادي تولي لا تولي محمل السيد مسؤوليه. الوغ كو هو كاين مدربين، حتى ما عندكش ثقه في شي اطار مغربي عندك تما، بس كاين اختيارات اخرى، كاين اختيارات اخرى تما، كاينين الناس كيتخلصوا باقي ما قدرتوش تفضيو معاهم. باقي واحد، ايوا شوف راه بداو بقى واحد ولا بقاو جوج منير. انا بالنسبه لي هذيك الفئه ديال 23، المسائل اللي كنت كنسمع انا افون، كنت واحد القضيه كنسمع بان رشيد الطوسي كان باغي يتجه لها، حيت كتجينا حنا الاصداء بزاف ديال المدربين اللي انا كيبان ليا محشومه مدرب اليوم لاعب هنا وغدا لاعب هنا، زائد الكلمه اللي قلتي لك ويليه ديال المبارك ديال الفتح، مبارك لعب مع ولا دو ماتش، لعب دو ماتش تلعبوا هنا وتلعبوا هنا. واسمح لي يا منير، اسمح لي. فهذا في انتظار ان شاء الله نتواصلوا مع الحسين عموته في واحد النهار وشرح لنا هاد القضيه ديال المزاوجه بين هاد وكيفاش جا لنا. هو غيكون عنده لا عنده راي ديالو، عنده الراي ديالو. شوف انا كنضرب انه حسين عموته عنده راي ديالو، تنعرف وما كيبغيش هاد العشوائيه، ما غيبغيهاش ما يقبلهاش. كاين منتخب الشبان المقبل على كاس العرب في مصر، غادي يسافروا النهار الاربعاء الجاي ان شاء الله. ايوا سيدي خير وسلام، كنت قلت لك بانه غادي يشرف عليهم، غادي يشرف عليه فتحي جمال مع نور الدين نيبت. اخر فجانا في تربص اخر، ما كاين لا فتحي جمال نيبت، كاين جينينكس ديال الاداره التقنيه. من بعد كاينه عوده عبد الله الادريسي المدير التقني ديال لي فار، هو اللي غادي يشرف. كندور في واحد البلاصه، دابا ملي كتسمع الهضره وتسمع التصريحات وتسمع التدخلات وتسمع المسائل، وحنا مقبلين وحنا خصنا وخصنا وخصنا وخصنا، دابا كتدور وكترجع الاسماء اللي هي المغاربه حافظينهم معروف هادشي. ودير هاد الاختيارات في الاول ما بلاش. دابا متى تم الاعلان على ان فتحي جمال هو المشرف على القطب ديال من لي او 13 حتى لي او 19؟ شحال هادي؟ شحال هادي؟ باقي الاختيارات ديال المدربين المنتخبات ما كايناش. ما كايناش. وملي كانوا الاختيارات في الاول؟ ما كانش. فعلى اين؟ هادي علاش كنهضروا عليها بحال هكا؟ لانهم مقبلين على كاس عرب في مصر، وغتلاقى مع ناس اللي ربما المنتخبات ديالهم راه وجدوا مشاو كيخدموا، والفئه هي اللي مساكن الدراري اللي ما لعبوش لا كوب دافريك ديال الاستاذ، هما اللي غادي يكون اغلبيتهم غادي يكون فاتحين. المشكله غتكون لان ما لعبوش. ما لعبوش. ما عندكش مقياس ديال شي حاجه باش اللائحة اللي عندي أنا في انتظار، ما عرفتش اللائحة اللي غتسافر. كاين اللاعبين ديال الأكاديمي إسماعيل الغزال وعبد الله بن تايق وأنس نناح وأمين الساهل وحسن أقبوب وعمر صديق وعثمان الشريبي، وكاين حتى محمد الرديد من فريق النسمة السطاتية، بدر أهامي، شباب الصخور السوداء، يا سلام على شباب الصخور السوداء، عبد اللطيف متطوع، الجيش الملكي، حسام بولعيني، نوفل الطاهري، الفتح الرباطي، أشرف العزيزي، مختار فريطس، والمهدي موهوب لاعب ديال ليكيب بريمير الفتح، أولمبيك خريبكا، محمد كاسو، أولمبيك تشيرة، أنس عزيز، من فريق الرجاء، حاتم سواح، عبد الله الزرور، من نهضة بركان، حمد
حمزه ولد الحاج، محمد مجاهد، حمزه البارودي ديال ليكيب بريمير حتى هو اللي كان اللي كان طلع مؤخرا، ومن تحت ورقه ريان سيدي احمد. هذه اللائحه، السفر غيكون نهار الاربعاء الجايه، وبلغني ان اللي غادي يكون مع الفريق فتحي جمال وعبد الله الادريسي. شكون هو المدرب الاول؟ ما عرفتش، يمكن غيكونوا بجوج، ولكن سير لو بادي قبل لك الادريسي، والفوق غادي يبقى جمال. وحنا نتسناو ونشوفوا في انتظار ان شاء الله الخبر اليقين. المنتخب النسوي حتى هو اليوم لعب مباراه وديه مع مالي. المنتخب النسوي كيوجد، ما كاين حتى شي مشكل، وعارفين هذا الانفستيسمون اللي كاين في كره القدم النسويه، ولكن المثير في اللائحه اللي كيشتغل بها رونالد بيدروس لاعب الدولي الفرنسي السابق والمدرب ديال المنتخب النسوي، كاين مجموعه اللاعبات المحترفات في اوروبا، واللاعبات المحليه اللي هنا 6 اللاعبات من ليفار فقط. هما اللي كيشاركوا، هما اللي كيفوزوا بالالقاب. دونك منافسه كيلقاوها بعض مرات من خنيفره ولا من العيون فقط. هما تقريبا هذه المنافسه اللي كانت كتكون دائما، على حسب التتبع ديالي انا حضرتهم اكثر من مره، حتى في الفينال ديال كاس عرج ديما كتشوفي ماشي شمالك ضد الفريق ديال العيون ولا ضد خنيفره. انا نسولك واحد السؤال فيه شويه الفلسفه، جاوبني عليه عاد نقلبوا الصفحه في انتظار ان شاء الله ناخذوا معطيات اخرى ونقاش اخر. حنا غير كان فقط كنثيروا غير هذه الاشياء اللي ممكن كنشوفوا حسب وجهه نظرنا، ممكن تفيد المستمع ياخذ غير شي معلومه. دابا انت كتبع هذا الشيء اللي ضاير على البطوله ديال كره القدم النسويه والانديه اللي دارت والبطوله اللي مديوره، واش ما كتشوفش ان المنتخب الوطني دار بعيد على هذه البطوله فقط ليفار، حتى ليفار بعاد على هذه الانديه؟ وكتهضر معايا بحال هكا وكتقول لي المباريات والمنتخب النسوي زائد مشاكل اللي عرفتها الكره النسويه مؤخرا، هاد التوقيفات وهاد المسائل كلها. اذا هنا ملي كتقول لي 6 ديال اللاعبات فقط من ليفار، من ليفار الشق الاكبر كله من اوروبا من برا، نفس الاتجاه اللي غادي به الدكور غادي نمشيو به مع سميتو، لان ما يمكنش تستغنى على محترفه كتلعب في واحد الدوري محترف مع فرق اللي راك شتيهم هما اللي كيشاركوا في تشامبيونز ليغ، وما عندهم كل شيء وعندهم منافسه. لا منافسه اللي هي معروفه كيلعبوا مباريات. انا كمدرب منير غادي نشوف هاد الشوفه هي الاولى، الى لقيت محترفات غادي نتجه لهم هما الاولين، ما يمكنش نجيب انا من واحد البطوله اللي هي لاعبه ما لعباش عارفه بزاف ديال المشاكل عارفه توقفات ما نقدرش. هادشي اللي كاين، نتمنى لهم التوفيق. حنا ما عندنا حتى شي مشكل للمنتخب النسوي الاول، حتى هذوك الدريات اللي غادي يجيو يلعبوا راه هما مغربيات بيان سور. حنا غير كنهضروا على المنتخب كيقلب على نتيجه وبطوله وبطوله تاهي خصها تجتهد. ندخلوا منافسات البطوله الاحترافيه، ونوجه التحيه مره اخرى للمشاهدين ديالنا على صفحه الفيسبوك. امير متوكل قال لي شوف، قال لك منير فتحي جمال ما بغاش يتشوف كاس العرب، راه في النسخه العام الماضي خسرنا مع تونس 4-0، النسخه العام الماضي في السعوديه خسرنا 4-0، مع العلم ان اوشن دار الاختيارات ولي زونتروتيان وعين مدرب برتغالي ومعاه جمال عليوي وبداوا الخدمه عاد مشينا. هذا راه منتخب باقي ما عرفتيش انت، ما حددتيش ليه الاطار ديالو وغادي تمشي به. سيمون سمعنا بان الوداد باغي يطلب تاجيل مباراه بركان. لا انا ما سمعتش المباراه لحد الساعه لا ديال الوداد، واش ديال الحد باردون حسنية تقادير الوداد الرجاء نهضه بركان، هذو ملعوبين نهار الحد، شي حاجه اخرى باقي ما سمعناهاش. السي عصام سامي المتوكل شكرا، ما هضرتوش على الفار اليوم والتحكيم فنون. حنا جايين نتكلموا على المباريات اللي تلعبوا البارح، ومن بعد غادي ندير واحد الاشاره للتحكيم. الوداد والدفاع الحسني الجديد 4-2، فوز فريق الوداد ب 4-2. كيفاش جاتك المباراه؟ بديناها هنايا وكملناها شحال منين الله بدات تسقلنا؟ هذا الشيء اللي لا شحال قلنا ديال البيوت؟ أربعة غير الماتش ديال شويه قلنا 4، وما تقدر تقول 6 وتقدر تقول هنا الماتش ملي كتشوفه من الملعب اخطاء بحال هكا بديك الطريقه وداك لو ريتم، انا كيبان لي حتى المستوى ديال داك ديال الدفاع الحسن الجديدي كنظن منير المستوى اللي كان شتيهم تضيع لكم. كان جالس انا وياك تنقول لك هالبيت هالبيت، تفرجت انا وياك تنقول لك هالبيت لان الوداد يمكن باي طلعه كان تقدر تسجل مشروع هدف. كيفاش كانت الوداد البارح؟ داروا سميتو كانوا انا بالنسبه لي الوداد دار داك الشيء اللي خصو يدار،
دخلوا ضغطوا يمكن سجلت عليهم كره من ضربات ثابته ما كانش خصها تسجل لانه البنزرتي في الديكلاراسيون ديالو قال لك اللي صعيب هو تاونكيسي من كره ثابته كره ثابته وبصح نيت عنده الحق قال شحال هذه مشان بار ايه ولكن قال لك حنا تاونكيسي من ضربات ثابته كتكون شويه صعيبه صعيبه على لان البارح ملي كتشوفها موني لو برومي بيوت تشوف ذاك العدد الكبير ديال اللاعبين بالاقمصه البيضاء وكيخرج نجم الدين وكي يضربها بالراس يمكن كانت قريبة التاكناوتيا فحال هذيك دابا كيتحمل فيها مسؤولية نعطي فيها شوية واحد 50% التاكناوتيا لأن هذيك البلاصة كنقولوا حنا الحراس خرج هذيك البلاصة ديالك أنت اللي خصك تخرج تخدم بها يديك ولا الدفاع ما عنيناش البيت راه كيتسجل بخطأ هذه كرة قدم غير هو كتقول لي الوداد لموني البارح الطريقة باش كانوا لاعبين أشاك فوا غادي يمشيو للبيت ديال الجيدة كاين هدف كي قلتي انت كاين مشروع هدف كل محاوله مشروع هدف لان ملي كتسمع انت اربعه الجوج تقدر تقول مباراه اللي هي كانت شويه متكافئه او حتى تسمع انت اربعه الجوج ولكن الا تبعتي المباراه وشفتيها كانت تخرج بثمانيه كانت تخرج فوالا راه بزاف ديال الكواري اللي ضاعوا بزاف الكواري ديال اللي ضاعوا لان مشى شتي ديك الكره ديال لابار ديال الحسوني واحد العدد كبير ديال الكواري انا بالنسبه ليا السؤال اللي دائما تنقولها اشاك فوا جديده غتلقى شي اتاك اللي هي محركه غادي تونكيسي لان الدفاع ديال جديده منير بالشيخه باقي ما لقاش منذ مده تعطل راه قريبه تسالي البطوله راه نهار علاش كان نهار بينيشو نهار ماركه اربعه راه لقى منير لقى فراغات مهويله واخطا لان لا ديفونس شي حاجه اللي هي خصها تكون هي الاول كتخدم عليها راه نقسم لك مره اخرى الصوره على جوج الوداد واش ما ضياش فرصه انه يرفع الحصه وانه ما بقاش لاعب بنفس لو ريتم باش بدا لا ديجا ولا صافي كتوصل لك كاتريام بيوت لا اش منو كاتريام راه ديجا لا بريمير ما تخرجش بثلاثه قتلتي بعدا بلوس كانوا غيكونوا ديبيوت اخرين بريمير ميطون كنت تخرج بخمسه دخلتي في دوزام ميطون زدتي ان اوتر بيت اربعه هذاك الكاتريام بحال كتامن به الحصه ديالك والنتيجه لانه في 3 لواحد 3 لجوج كيدخل لك لو دوت 4 لواحد لا 4 لواحد بعدتي قتلتيها بعدتي وكان غيكون الخامس كون طمع الكعبي شويه والله كون لا شي لو وقع الغلط راه غادي يوقع الغلط ولكن ديجا انت رابح باربعه ديجا الماتش ديالك درتيه في واحد 50 حتى 60% درتي الماتش ديالك في غير هو ملي كتجي تقلب وتشوف راه الماتش كان يقدر يعرف كثار من كثار من ربعه كثار من ربعه ديال البيوت هذا هو الجزء الثاني اللي بغيت نجي الدفاع الجديد اللي ولا اسم على غير مسمى يعني الدفاع الجديد بدون دفاع لا والو ما كاينش مولير من غير المباراه ديال البارح لان المباراه ديال البارح عرات لا هو منذ مده بدايه الموسم وانا كنتكلم معك هنا منير تنقول لك اتونسيون راه لا ديفونس واش شوف واش لي ريكروتمون راه البارح فخر الدين راه اوكون رياكسيون لا لي ريكروتمون راه ملي كدابا تهضر مع بن شيخه فين كون كان هو اللي غادي يشد هذه الفرقه راه نقول واحد القضيه انا فريق تنبحث على النقاط شنو هي اول حاجه كنخدمها انايا مع الفرقه ديالي وما تاونكيسيش بعد شوف انا ما كنتكلمش على المباراه ديال البارح اي فريق انا كنتكلم على انا فرقتي مهلوكه معذب القدام البيت يقدر يجي ما يجيش اش كنصيب من اونكيسيش لا ديفونس الله يرضي عليك شكون اللي دايرها دابا الطريقه خدام بها تقريبا واتزم الزمامره كاين بعض الانديه خدامه بهذه الطريقه شي تطوان خدموا بها في خادمين بها واحد الوقت خدمها بها دابا الدريده كيقول هذاك النهار قال لهم انا التعادل كتقولوا انتم ما عاجبكمش بالنسبه لنا حنا راه عاجبنا راه كنامن ما كيخسرش منير انت دابا بحال دابا جديده انا التصريح ديال بن شيخه قال لهم اي غلطه ادينا بها الثمن وي من يكون حداك اللافي وحداك الكعبي ومسوفا حداك حسوني حداك مسوفا حداك الكرتي ما خصكش غلط الا غلطتي غتخلص واخا انا الكعبي ضيعتها غتجيني وحده اخرى ما غاتجيكش انت الا جات اللافي غيسجلها ما جاتش اللافي غتجي المسوفه داير الكره اللي غتسجل راه دازت
ديفونس كامله وتحطات عند سوفا ضربه راه هو اللي سجل راه كره راه انا غندير شويه ديال ندير شويه ديال الكيسمو بالدارجه الفرشه فاش كنا كنتفرجوا انا وياك البارح ميم با يلا دازت شي 10 دقائق قلت لي واحد الكلمه على الدفاع ديال قلت لك قال لي لا ديفونس قلت لي لا ديفونس برونابل بيان سور كنتفرج معاك انا كنتفرج معاك واسمح لي شويه الكره اللي قلتها لك راه انا هذا اتاكون فهمتي شنو نقول لك وشويه ديال ديك الكره وشويه ديال ديك التدريب وشويه داك الشيء ديال داك الشيء اللي كنتفرجوا فيه راه كيبان لك بانه راه قلت لك كاموني هذاك شهاده لله كنت جالس انا وياك ديك الفرقه برونابل 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 بزاف كاع من غير الاغلاط اللي قال بن شيخه اللي قال لك حنا اغلاط انا نقول لها السي بن شيخه راه من غير الاغلاط راه الفرقه الدفاع ديال الجديده راه ما راه كمان كاين ماشي اغلاط كثار من الاغلاط وكنقولها ومني كتلقى فرقه حداك واقفه غادي تأدي الثمن غالي غتكون الفاتوره غتكون الفاتوره غالي لان اي واحد في هذوك الدراري قادر يقلب طويله على 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 الدفاع ديال حيت واحد القضيه راه لي زيندو كانوا كيدخلوا بهم الوداد الما مرات من لا دروت من لا كوش كانوا كيدوزوا كيف ما داروا لها كيدوزوا دايور منين تسمع انت كومارا هو اللي عطى الباس باش باليمنيه وكيفاش راه بالاكستيريور ديال رجلي ومشارك فيها لعاب ديال جديده ودازت كلشي ودازت كارديان دبيت ديجا ملي وصل كومارا لتما قدر يعطي الباس راه راه الناس هنا كيسولوا شكون اللي لعب ريال كوش وكان تخوف واش ابو الفتح واش ابو الفتح ولا كومارا ولكن الشيا منير راه اي مدرب دابا يقدر يغامر بلعاب دابا كومارا حطيتيها كوش منير ما بانش لعيب سي امير متوكل حنا ما دافعنا على حتى شي واحد قال لك اغيتي دو لوي ديفوندغ شكون هو؟ بن شيخه بن شيخه ما دافعناش كي في لي دو ميركاتو حنا ما دافعناش على بن شيخه بالعكس بن شيخه الا في لي دو ميركاتو دونك هو اللي مسؤول على لي شوا ديالو بيان سور بيان سور وفاش كان جا راه عارف فين كان جاي حنا غير السي متوكل خصو يعرفوا هذه القضيه راه والله العظيم حتى واحد ما كيعيد لينا وتا واحد ما كيعطينا شي كرواسه ولا شي حاجه بحال كرواسه نقولها فرونسي كرواسون وهذا الله يرضى عليك السي متوكل الله يرحم والديك انا راه ما ندافع على حتى شي واحد سيرتو انا كفخر الدين انا اللي كيستاهل شي حاجه كياخذها صديق ديالي عبد الحق بن شيخه صديق ديالي وما كاين حتى شي مشكل ولكن هنا نقاش ديال الكره ولكن انا هنا كنناقش الكره راه قلتها لك شحال مره السي متوكل سمعني بزاف حنا لا راه يخرج علينا هو هذه القضيه الا كنت كنجلس معك في شي قهوه وصديق ديالي ما خصنيش نهضر معك على العيوب ديالك بالعكس بن شيخه البارح ارتكب اسميتو كانت هناك اغلاط ودايور باقي ما لقاش اسميتو فهمت غير لقى تيطيحوا انا عندي واحد هو هي هادي كتقول لي انت غادي يلقى انا نتحمل المسؤوليه منير راه كنقول لك بغض النظر على فريق الدفاع الحسني الجديد واسمح لي طولت فيه شويه لانه البارح كتشوف اون رياكسيون ديال الفريق اللي ما كايناش يقال كاين خدمه على مستوى التكوين والفئات مع عزيز يقال داخل عندهم في الفئات يشاع ويقال مع عزيز بودربالة ولكن راه واحد الحاجه اللي كنت كنتسنى من بدايه الموسم واللي كان قالها لنا صلاح الدين مختار شوف شي ثلاثه ولا جوج لا قال لك راه غنعتمدوا على ابناء جديده ولاعبين باقيين صغار انا قلبت على شكون وعلى اللائحه ديال الفريق المعتمده اش لقيتي؟ تسنيت نشوف واش كاين 2001 2002 شي حاجه بحال فتح الرباطي شي دري تقول راه ما كاينش ايوا خليهم راه 2021 22 راه تبارك الله راه ما بقاش لاعب شاب ما كاينش ودابا هذه الوقيته اللي على الاقل تشوف شي وجوه ولكن راك معذب في الكلاس لا معذب منير شتي هذا النيفو اللي شفت انا البارح انا ما نكذبش عليك نحط واحد علامه استفهام كيخوف بيان سور راه حتى ديك قضيه في المدينه ديالك واحد الماتشات اللي جايين صعب تسعود الماتشات باقي تيكروا بانه غدا جديده غتواجه شي فارق اللي هو سهل انا والله ما نكذب عليك شي شفت الدفاع الجديد البارح كنقول راه نهضت الزمام راه باقي عنده الامل يبقى علاش على مالك راه هي قضيه انقطات انقطات حيت دابا حيت لو كا هو شنو هو منير هو انه في اي لحظه كتقدر تانكيسيها راه هذا هو اللي خطير ما كاينش منير شي ثقه ما كاينش حبيب الله انت سي اوبري صحفي ديال الله يحسن العوان والحمد لله خويا الله يكون في عواننا كاملين كاين شي واحد غادي يكره العون ديال الله سبحانه وتعالى حنا متوكلين على الله يحسن عواننا
الواعر اللي قلت لك انا رانا عفريت ولا انا بوعر الله يحسن عوانا اخويا امين المتوكل سفخر الدين كندوي على حسن النيه عارفك نازي عرفتك ما كاين حتى شي مشكل انا والله السي انت متوكرك ديالنا داكشي علاش كنقول لك زعما حنا راه ما عمرك ما تنوي مننا الكره والكره وما لا وما عمرنا ما نقدروا نقولوا شي حاجه اللي راه سيرتو الحمد لله انت عارف تربيتنا كي دايره سيمو اوباري رجعتي بينا للمنتخب صراحه المنتخب يلعب نفس الطريقه هو غادي شوف ما كاين كاين الحد نهار السبت نهار السبت انا سطالي من فضلك اقرا رسالتي واوصل صوتي بارك الله فيك خلاص ديال القا غادي نقرا لك الرساله ما كاين حتى شي مشكل عبد الاله ديما اوسا الحل الهسا الحسنيه تقادير ديما راه خويا العزيز راه بداك التصريح ديال القجا يقدر يشدوك به كتهضر على التصريح اللي كان للاشقاء المصريين كما هي العاده هذا داك الطريف اللي كان قال فيه على الميركاتو الوداد كاس العالم الانديه وقال لك لا كيفاش ان رئيس جامعك ما كان كيتنبا هو نائب مشكله خداوها هذه عادتهم عارفين حنا كيطيروا في هذا الشيء بغيتونا نوليو حتى حنا بحال هكاك والله ما نبقاو نهضروا على شي ماتشات ولا نبقاوها متابعين هما اش كيقولوا نبقاو فخليهم الله يجازيهم بخير لا ادري لماذا بعض الصحفيين هما اكثرهم يطبلون فوز القجا رغم كل الهفوات والاخطاء الكارثيه التي ترتكبها الجامعه شوف ملي كنهضروا على الاخطاء اللي كترتكب على مستوى الفئات الصغرى المباريات الجامعات سير اخطاء كنهضروا عليها ولكن ملي غنبدا نقول انا على ان فوز القجع مرشح لمنصب في الفيفا راه غنهضر على ممثل المغرب ما نهضرش عليه هو كشخص ولا فوالا كنهضر على شي حاجه اللي كاينه هذا اللي كاين يعني اللي كنطبل ليه بانه لا بغينا ممثل مغربي يكون فوز القجع ولا غيره حتى الوقيته اللي كانت منافسه ما بينه وما بين الجزائر اييه حنا ما يمكنش لينا نصفقوا على واحد ديال الجزائر ونخليو واحد ديالنا نخليو ديالنا ولكن ملي يدخل يخدم معنا هو هنا كنهضروا على داكشي ديالنا هنا الشيء اللي كاين هنا فوالا منير شي اخبار على موعد اجراء مباريات نصف نهائي كاس العرش ما عنديش اخويا حتى شي اخبار سي انس والله ما عندي شي اخبار كثر من الاغلاط والشاهد شاهد من اهلها شكون هو اللي كثر من الاغلاط vous pouvez faire une émission s'il vous plaît sur les autres équipes nationales africaines et leur évolution par rapport à notre équipe nationale وبلا ما نديرو ايميسيون سير ضربت لي لي ماتش اميكو اللي كيتلعبوا راه يبان لك هما اللي كيعطوك لو نيفو هما اللي كيعطوك لو نيفو انا وياك البارحه منين جبدنا لوكا ديال لاكوت ديال كوت ديفوار مع بوركينا فاسو مع البوركينا جبدنا هاد سميتو شفنا كاميرون نيجيريا شفنا لا تونيزي مع الكونغو الديمقراطيه بزاف ديال الماتش يتلعبوهم منير ديال المنتخبات الافريقيه وكيعطوك كيف كنقولوا حنا كتشوف المستوى كتشوف الصوره الصوره ديال اش كاين انتم دائما في الاستماع على برنامج البطولة على شادة اف ام ناخذوا اتصالاتكم مستمعينا الكرام على الارقام 0522 36 10 36 0522 36 05 36 ناخذوا سي محمد من قرسيف مرحبا بالناس ديال قرسيف اهلا سي مهير سي محمد مرحبا لاباس كي داير بخير الله يبارك فيك بارك الله فيك تحية لك وتحية للاسطورة ديالنا السي فخر الدين شرف لينا نهضروا مع فخر الدين مرحبا بك اخويا مرحبا بك مرحبا بك والله الا شرف لي قسما بالله نهضر مع جوار كبير لا لا والله ما كبير شوف والله سيدي لا احنا والله الا صغار الحمد لله اللهم لك الحمد بغيت نهضر على هاد ليكيب ناسيونال بحكم التجربه ديالي المتواضعه وانا كنتابع هاد الكره الوطنيه من 94 انا على حسب الفن ديالي من 94 وانا كنتابع الكره المغربيه تفضل تفضل الو كنسمعوك 94 راه البارح 94 ولا قلت لك زعما على حسب السن ديالي انا من 94 هو بيعطيك زعما على حسب ما كاين مشكل السويفي ديالو ديال فوالا من المونديال تاع ليتازيني تاع لامريك 94 كان المنتخب راك شوف المنتخبات كانت مرت في المغرب منتخبات كبيره وما استطعتش باش تدي كاس افريقيا واخا كانت كتلعب في كاس العالم مزيان ولكن فوالا انا كنظن على حسب الفكره ديالي ماشي المشكل غير في المدربين زعما حنا ما لقيناش شي مدرب كبير كاع من هاد المدربين اللي مروا ما حتى اللاعبين راه دازوا مدربين كبار راه جاوا راه كاين اللي جاب كان شامبيون دوروب وجا لهنا كاين اللي كان شامبيون دافريك كاع وجا لهنا ايرفي رونار جوج ديال لي تيتخ وروجيلو مير وجبناه على اساس سميتو وروجيلو مير انا كنضر حتى العقليه وربما من العامل النفسي اللاعبين تاع المنتخب المغربي كاين ربما على حسب الاخر ديالي انا النظريه ديالي حتى النفسيه ديال اللاعبين ما تسمح لهمش باش ياخذوا كاس افريقيا لان اللاعبين بحال اللي كيخافوا بحال اللي كينضبعوا انا ما فهمتش والله لا سي محمد الكره كاينه كتلقى اللعب مفتوح تلقى الزوار يلعب في نادي كبير في اوروبا تلقى ولكن كيدخل النخبه الوطنيه سي محمد انت هذا بعيد كل البعد على كره القدم سي محمد خاص الامور مع سمعتيني واحد النهار قلتها ولا لا راه حتى هذاك القرب ديال الناس المسؤولين نعم الجامعه الملكيه المغربيه حتى هما كل واحد خصو يدير خدمته ويخلي راسو ويبعد ويبعد عندنا مشكل
هذاك القرب وذاك الشيء ديال ذاك التعامل ديال ذاك رجعناهم فحال شي دراري ديال ايوا ذاك الانطوراج صحيح هو هذاك عنك لين عنكاك دير ليا فهمتي بقاش عندنا راه واحد الوقيته راه ما بقيتيش كتحس بان عندك ايكيب ناسيونال راه وليتي كتحس بواحد العائله مجموعه وعندك تمسهم راه واحد الوقيته عندك تمسهم راه كيخرج شي واحد مسكين تيقول شي كلمه ولا شي حاجه مشكله ايوا ولكن الله يرحم الوالدين دابا كتلقى المنتخب وكيشكرنا الاعلام في افريقيا وفي الدول العربيه كيبديو لنا على بصبح كيقولوا لنا هذا منتخب مرشح قوي اش كيديروا لنا دائما كل عام كيديروا لنا ديك الضربه ديال الاخر مرشح قوي وفي الثاني كتجي البنين لا راه ما فهمتيش السي محمد شوف مرشح بقوه للخروج مبكرا الله يرحم الوالدين اما عاد نهضروا على هذا المنتخب ديال الوحيد هذا منتخب كنظن انا الى لعب ماتش رسمي مع واتزم وقال يخسر مع كل احترام ديالي للفريع واتزم وقال يخرج في حالته منتخب هذا محلول ما عنده لا ونتمنوا خير فرص مليح حاله كل شيء محلول شوف نتسناو الماتش ديال السبت نشوفوا شوفوا كي غتكون الصوره الله يحفظك السي محمد شكرا لك السي محمد شكرا لك تحيه لك السي محمد من قرسيف شكرا لك نهضه بركان ويوسفيه برشيد واحد لواحد كما قلت لك البارح هي هي راه باقي عاقل اش قلت لك دابا كنهضروا على الورق كونكوا بركان وخصا وهذا قلت لك ولكن المستطيل الاخضر الا كان شويه نسبه النجاح عند بركان شي ضربه جزاء ولا محاوله داكشي اللي وقع البارح اييه ان كونتر ثابت واخا زائد شفنا شويه برشيد اييه اش كاينه منير ولا ما كايناش كاينه انا البارح شفت برشيد شفت ماشي برشيد بحال داك الفريق داك الفريق اللي كينتفض ما عنده ما يخسر كيخرج صافي شفنا البارح شفت برشيد بديك الطريقه اللي كانت كتاخذ الكره وكدير يمكن الخروج ديال اللاعبه منير انا شخصيا ورقه حمراء ما كانش كيستاهلها انا المخرج ديال الرياضيه عاود اكثر من مره الثانيه بعدا فيها هو ما دارش تاكل هو جليسه زلق اه كان عنده واحد الانزلاق وجامع رجليه ما عرفتش واش هي اللي الحكام كيعتبروها بديك العباره مع الركل باهمال ولا شي لا حاجه لا لا منير لا زلق وتدي معاك لا ما كانش هو معاك الرجل ديال ما دا معاه حتى شي حاجه غير هو اللي البارح اللي عجيب هو ما كانش كتعاود لقطات البارح كانت واحد لافوت وميليو تيرا ديال برشيد بقى اللعاب ساقط فيها ومشاو اللعابه ديال بركان وكان تقدر تسجل عليهم هدف الثاني ومني كيعاود المخرج فيها تدخل الحكم زوراق فيها تدخل منير اتونسيون وانا اللي فاجئني وهو من بعد كان كيتكلم هو مع الفار كان كيتكلم بحال اللي قالوا ليه تما فين ولا عاد راه هادشي غريب منير عاد ولا كيصفر الاخطاء مازال غنرجع بك لهاد النقطة هذه في واحد في واحد جوج ديال الأقواس غادي نفتحوا واحد ونسدوه وكنبقاو غير في المباراة نهضة بركان واش نرجع بك واش بقى مستفاد من الماتش الأهلي وفاق ديك الفيقة اللي خصو يفيق أنا البارح كيبان لي بأن برشيد كانت تبارك الله متحكم كانوا أحسن كانوا شوف كون ما تطردش لهم اللعاب برشيد أنا شفتهم كانوا مازال عندهم ملامح ديال الهدف الثاني لأنه حتى بركان كنظن لا محسن ياجور ولا حذراف ولا ناجي ولا الصعود ديال النمساوي من لوكوتي دروا بعدي من لوكوتي غوش اشاك فوا لقاو واحد يعني كي كنقولوا حنا امكانيات كبيره عند اللاعبين خصوصا دفاعيا عند اللاعبين ديال برشيد اللي قدروا لان الهدف اللي تسجل على برشيد راه خطا لان الضربات ضربة خطا الطريقة باش رجع الناجي الكارديان دويت ما شافهاش ودخلات كون ما دخلاتش في ذاك الوقت هذيك الكرة كانت برشي بركان غادي تبقى معذبة في المباراة التصريح ديال بيدرو بن علي اللي قال لك راه لا دوزيام ميتون عيب لعبنا غير 18 مينوت من اصل 45 ماشي معقول هذا لو ريتم ديال الماتشات ما طاحوش هما انا تفرجت البارحة منير برشيد ما كانش عندهم شي سقوط حتى من اللقطه اللي كان فيها سقوط في وسط التيران كتستاهل كارتون
والديكلاراسيون تلقى لقيتي ليها شي موقع في هذا الشيء اللي دابا عندي ما الناس سميتو. دابا كل واحد كيبرر يعني المباراه ديالو كيفاش شافها هو بالمنظور ديالو. كل واحد كيخبي على 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 الاخطاء ديالو اللي كيدير. حيت انا كنظن بان البارح ما كانش كيتوقع من برشيد انا غتكون عندها لا رياكسيون غتكون عندها لا رياكسيون وتسجل عليه هي الاولى. نمشيو لبوجدور ناخذوا معنا السي العربي. السي العربي مرحبا. تحيه مسائيه خويا منير وتحيه مسائيه للكابتن ديالنا سي فخر الدين. الله يبارك فيك. مساء الخير السي العربي. الله يبارك فيكم. عندي جوج نقاطات. النقطه الاولى حول المنتخب الوطني والنقطه الثانيه حول الوداد الرياضي. مرحبا مرحبا بك سي فخر الدين. يعني وحيد خليلو فيتش ولا جيتش ولا كشي. انت تشوف يعني شوف 12 مباراه باقي السميه ديالو ما كنسقموهش. 13 مباراه. 13 مباراه والبسمه ديالو ما كايناش. السميه باقي ما كنقدوهاش. وبينما ان بينما ان السيباد الزاكي النهار اللي حيدوه جابوا لنا ايرفيرونار انا تنقول بان المستوى ديال المنتخب الوطني في عهد بدو الزكي افضل من هذا اللي كان. ورا كما تنقولوا من اللي جا سي ايرفيرونار تلقى المنتخب واحد 70% ديالو واقفه. مسيب. يعني واش هذا جبن من الجامعه الملكيه زعما ولا انه دائما الاطار الوطني حيت قاصر. هذه النقطه الاولى. النقطه اللي بغيت هو ليس جبن ولكنه صابون. نعم. يليق للتصديق. ويليق لضمان انزلاق. ولكن باش نحفظوا للرجل الحق ديالو لانه حتى السي واحد راه عنده تاريخ باش نحفظوا ليه الحق ديالو. عندي السؤال ديالي لفخر الدين واش ما تتشوفش بان المشكل انه في الكره ديالنا وفي المسير ديالنا اكثر من المدرب لان عمر المدرب ما كان تينجح معنا. جبنا السي راه يلاه واحد السيد قبل منك عيط من قرسي نفس الفكره ديالك وكنقولوا احنا دائما كتقول كيفاش يعني جبنا مدربين اللي نجحوا مع منتخبات وما نجحوش معاهم. انا ما تتفق معايا السي العربي ولا لا هو انه تيبان لي انه القرب كيف كنقولوا حنا ديال المسير من 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 لاعب هو اللي خلانا كنعيشوا مؤخرا هاد الاخفاقات. هو التاريخ هذا ديالنا للاسف الشديد يعني دائما تنشوفوا الاطار تينجح مع ايرفيرونار دا لا كوب مع ديك مع زامبيا ومع كوت ديفوار بجوج مع زامبيا اللي ربما انه الميزانيه ديال الدوله ديالها تساوي ميزانيه الدوله. ولكن هذوك ديال زامبيا راه عطاوه فرقه ويحملوه مسؤوليه وخلوهم منو ليها ما كيشوفوهم ما والو ما مساليش وما غادي يجيو بقاو يديروا لهم. انت دابا كيشوفوك كان في السنغال. انت هنا عندك مشكل. انت هنا عندك مشكله كنعيشوا احنا شفنا شي حوايج مع يعني المنتخب. شوف راه كون يعطوك الفيلمات اللي دازوا في روسيا واش كيوقع وهذا وكاع داك فيما مشاو راه داكشي غيجيك غريب الشريف. اكبر فيلم السي فخر الدين هو ملي تنخلو فخر الدين وتنخلو التيمومي وتندو اشبه الاعلاميين وما الى ذلك. عندك ما دير. لا شوف السي العربي انا غادي ندافع على الاعلاميين. هذوك الاعلاميين مشاو باش يديروا الخدمه ديالهم. كل واحد كيتحمل مسؤوليته. شوف ملي كيسافروا كل واحد كيتحمل مسؤوليته. او لا ممثل. انا ماشي تنقصد الاعلاميين الرياضيين. وحده تتقدم صباحيات كذا تندوها معنا. ولكن ماشي هي اللي قالت لهم ديوني راه هما اللي قالوا يلا. انا شخصيا يجي يقولوا لي يلا غادي نمشي. ايوا صافي ها تنتقدوا المسير وتنتقدوا احنا. اذا خصك تلوم على اللي عارض. يعني ان المشكل ديالنا ان في المسيري. وحنا قلناها لك. بعيد على المدربين. المساله نرجعوا لنادي الوداد الرياضي. بسرعه الله يسهل عليك. بسرعه ان نادي الوداد الرياضي تنشوفوا البارح يعني اكبر ربح عندنا هو ان الفرقه تاخذ الصداره ديالها. الكعبي يرجع لينا قبل اهم حاجه هو فكرتيني في هذا اللعاب هذا راه ما خصوش يبقى يلعب صراحه. راه خصو يمشي في حاله. لا وشوف والله الا تيجيب لينا الواعر تيبيع. ولكن اسمح لي يا صاحبي خليه الله يجعله ديما يبقى يمارك الواعر. لا يبقى يمارك الواعر. انا شخصيا عمرني السي العربي بغى يبقى يمارك. تنجو غادي نرجع لحاجه وحده. اشناهي؟ انه للاسف جمهور الوداد الرياضي ما تيحترموش لا الرئيس لا المدرب. يعني تنشوفوا مدرب اللي عنده تاريخ كيفاش كان كيتهرب لينا من سكومه ما تيشوفوش وسكومه ما كاينش. نهار اللي الرئيس فتح المشكل ديالو مع سكومه بان ليه سكومه انه كاين في التيران. هنا تنقولوا حشومه انه نادي الوداد الرياضي بالتاريخ ديالو بالسمعه ديالو
لا زال الرئيس والمدرب يتعاملون مع الجماهير ديالو بهذه الطريقه. هذه طريقه مخزيه في حق فوزي البنزرتي. هذا فوزي دائما جاب لنا المشاكل. فوزي البنزرتي انا على الاقل خصو يقدم لنا واحد التوضيح واستفسار كيفاش بين عشيه وضحاها بان ليه الحكومه. راه كنظن راه دواء ذاك النهار، راه دواء ولكن قال لك انا في الحوار مع الحوار في الرياضيه راه دواء ما يشوفوش هو وراه ملي شافوا راه استدعاه. ليكن في علمك السي بلاتي السي العربي امتى النهار كانت المباراه نهار الاربعاء ديال الوداد والدفاع الجديدي حتى النهار اثنين بالليل كنظن بالليل في العشيه كاين واحد الجروب واتساب ما بين اللاعبين ديال فريق الوداد يلا تاجوت اسكوما نهار اثنين. هنا كان على المدرب انه يكون صريح ويقول انه المدرب ان ولكن ما كل شيء يقال السي العربي، راه كاين شي حاجه داخليه عاوتاني كيبقاو الناس متحفظين على ما كيخرجوهاش. علاش ممكن يعني السي سعيد الناصري العقليه ديالو تتماشى مع السي فوز البنزرت؟ لا الناصري ما تدي من عنده لا حق لا باطل. لا العقليه ديالو تتوالى مع البنزرت. وبدينا ما نسجلوا واحد الملاحظه اللي تقدر تعيط للناصري دابا تقول ليه سكوم يقول لك شكون هو سكوم؟ اخيرا نسول فيها فخر الدين بسرعه السي العربي عافاك. اشنا هي نفسيه اللاعب ملي تيكون عندك واحد الظاهر وتتخليه وتدخل واحد البوسط؟ يعني انها فهمتي القصد ديالي؟ عرفت قال لك عنده نسبه الدهون زايده. عرفت كاش كتهضر؟ يعني هنا شيء طبيعي ان نكون انا ايه ولكن اشوفها السي العربي. الو معك خويا لا خلينا نهضر نشرح لي لان كاينه واحد القضيه انا نودع بعد السي العربي. شكرا لك وعاد جاوب صفر الدين. شكرا السي العربي. كاينه واحد القضيه مني قلتها لك قبيله شتي دابا تقدر دابا دخلتي لعب في ذاك لو بوست ربحات الفرقه سالت الهضره ما كاينش عليه شي ضغط ليه؟ لا علاش؟ حيت ربح. قلت لك البارح انايا ما بقيتيش عاقل زعما كون كان شي فريق ماشي شي فريق لينا فريق عطيتك انا المثل حنا انا كاينين اللي ضربوا ويلي كوش تيطيروا انت كمدرب غيبان لك تما فين كاين فين كاين نقص غتلعب تما شي غتلعب نقص انت غادي تقدر تقول انت ملي غادي يخدم مع هذاك اللي ضربوا غيبقى كوم مره يمشي لينا فريد ونجم فرقه اخرى ولا بن شرقي ولا مثلا شي واحد في لاطاك اللي كيمشي في جناب حداد اللي كان شي ودرتي حداه انا اريير غوش اللي لو بوست ديالو ماشي هو هذاك غادي يلقى مشكله منير. ولكن هو البارح هاد الفرق اللي كيلعبوا دابا حاليا كلشي كيلعب بديك 4 4 2 ما كاينش اللي كيلعب لك بداك واش فهمتي؟ البارح ما تمتحنش ما لقاش سيفري داير راشتي كي كنت انت هو اللي طلع اوتا سونتراج راه كاع ملي جرى وصل للحمار صافي ما كاينش. إذا الأمور نجحت قالت لي واحد النقيطة وحنا كنهضروا على المباريات المؤجلة اللي تلعبوا البارح انتظرنا نشوفوا أداء الحكام وأداء الفار من بعد هذاك التقراص الودين اللي كان من بعد هذاك حيت كان اجتماع وكان تقراص الودين واش بان لك شي تغيير ولا بان لك لا في الأداء ديال رضوان جيد في مباراة الوداد والدفاع الجديد ولا عادي الزوره؟ أنا اللي بان لي وهو هذاك الفار بحال قالوا لهم شوية نقصوا منه ولكن كاين حويجات اللي خصهم كاين الاخطاء حتى مولير دابا المشكله انت قلتيها راه البطوله باقا جايه والماتشات صعبه كاينين محتاج ثلاثه ديال النقيطات. كي جاك انت التصرف البارح ديال زوراق مع الديفونسور ديال برشيد في ضربه خطا ديال نهضه بركان كي جاك معاه بعدا لقيت اللي مشى ليه وشدو ونعت ليه قال لي غادي نعطيك كارطون ودار لي بيدي غادي تطلع تخرج من ليه قلت لي انت هذاك النهار قال لهم هاد لا فاسون ديال دو بارلي افيك الجوار ما خصهاش اللي على اثرها توقف بوسليم وهو هذاك البارح راه خرج كيقول لي دفعوا شرط الوغ هو كان شاد على بال شي الصفره اللي خدا راه كان شاد على الكره بيديه هذه كتوقع كيديروها شحال واحد شفنا سجل هدف وبغى ياخذ الكره يديها ما خلاش الاخر ما كاينش الحكم يخرجهم ولا يعطيهم صفره هذه شي حاجه اللي دار اجتماع ما عرفت الاثر ديالو لا الاثر ديالو مولير ما كنظنش انا حاجه واحده اللي غادي تقولها اوروزمون تلعبوا جوج ماتشات غير جوج اوروزمون غير جوج انا بغيتك انت البارح ملعوبين ثمانيه الماتشات ولا سته الماتشات في ظل غياب دوك الحكام اللي ما كانوش وفي ظل تعيين هادوك اللي كانوا غتعيين هادوك اللي ما كانوش وغتقول اسمعوا راه داكشي اللي وقع تما راه هذا واللي كانوا بعدا كيفاش غادي يكون تسير ديال المباريات اجوج حوايج واش درتي اجتماع باش تقادو وديرو ولا درتو اجتماع باش غتنقصو شي حاجه وغادي ما فهمتش انايا
وحنا هذا طرحنا غير سؤال فقط على الاداء ديال الحكام، الحكم اللي كان قاد المباراه ديال الوداد الدفاع الجديد السير رضوان جيد، وعادل زراق في المباراه ديال نهضه بركان وفريق يوسفيه مرشيد. اضافه واحد المساله، فنتمنى من الحكام، لان حتى الحكام حتى هما كيتواصلوا في وسائل التواصل الاجتماعي الى غير ذلك، فكان واحد الحكم اللي لافوتو ديال البروفيل ديالو كان صحبه احد المسيرين، داير صوره ديالو مع احد المسيرين، ربما هذه مساله نتمنى من الحكام يتفاداوها، لان صوره درتها مع مسير غتجيبك الظروف، غتمشي تقود مباراه لهذاك الفريق ديال ذاك المسير، غتحسب عليك هذيك الصوره، سوا غلطتي سوا ما غلطتيش. ف وسائل التواصل الاجتماعي، انت حكم ديال الجميع، حكم ديال الجميع تفادى هذا المساله، تفادى هذا الشيء، تفادى دابا شي غدا مع شي مسؤول في شي بلاصه، وهو ولو منير، ولو عن حسن النيه، راه على حسن النيه، راه صعيبه منير، صعيب. انا مدرب ديال واحد الفرقه ومشيت كنتغدى مع واحد المسير ديال واحد الفرقه، صافي، والمباراه ملعوبه، صافي، يمكن اما كتحفر المدرب اللي عندك، يا اما باغي تسهل الماموريه الماتش ديالو، ما يمكنش. فكان هذا بخصوص المباريات ديال البطوله الاحترافيه اللي تلعبات البارح، وبالموازاه العصبه الاحترافيه علنات على البرنامج ديال المباريات الدورات من 22 حتى 26 اللي غادي يكون مثير جدا، واللي غيكون ربما بين قوسين صعيب، هو الكالندري اللي عند الوداد والرجاء اللي ملتزمين، قلناها شحال هذه تواجد المشاركه ديالهم في كاس افريقيا. انت كيفاش بان لك هذا التعامل كي غيكون؟ نشوفوا عاوتاني اش غادي يكون من تم لتم. من تم لتم عندك ماتش كل ثلاث ايام. لا انا غادي نشوف منير. ما نتكلمش دابا انا وياك. دابا غنتكلموا على البرمجه. هي اللي غادي نتكلموا عليها. نتكلموا على البرمجه، واش غتكون في صالح، ماشي غنقول في صالح، واش الرجاء والوداد قادرين على انهم اش غنقول يستغلوا ولا يداركوا ولا شوف كيفاش غادي يديروا. نعطيك واحد الامثله بسيطه. الدوره 22 الوداد والرجاء سبقوا لهم لي دو ماتش، لان عندهم جوج ديال المباريات في نهايه الاسبوع. نهار الاربعاء 16 يعني الاسبوع المقبل ان شاء الله، الوداد غادي يستقبل نهضه الزمامره، وفي نفس اليوم الرجاء عنده رحله لطنجه. طنجه في نهايه الاسبوع الوداد غادي يستقبل هنا كايزر شيف نهار السبت، والرجاء عنده رحله باش يلعب مع بيراميدز في صعيب. في نهايه الاسبوع صعيب، عدد الدوره 22 غادي تلعب الوداد. حنا ماشي كنهضروا على الوداد والرجاء كنفصلوهم على باقي الفرق، ولكن حيت هما اللي عندهم مباريات خارجيه باش الجمهور الرياضي حتى هو يفهم. معروفه منير، معروفه، غادي يساليو هاد المباريات الذهاب ديال لي دومي فينال، لا ديال الشامبيونز ليغ، لا ديال الكاف. نهار الثلاث اللي من بعد، يعني الوداد استقبل كايزر الشيف نهار السبت، نهار الثلاث غادي عنده مباراه في بركان. فريق الرجاء اللي عنده مباراه في مصر مع بيراميدز نهار الحد، عنده ماتش نهار الخميس غيستقبل فيه الدفاع الحسني الجديد هنا. مباشره بعد منها وما وصل اسبوع، الوداد عنده الروتور نهار السبت كايزر الشيف، وفريق الرجاء عنده المباراه نهار الحد مع بيراميدز، وهكذا دواليك وانت غادي. شوف هادشي تكلمنا عليه في الاول، دابا امر واقع. امتى تكلمنا عليه حنايا؟ واه شحال هادي في البدايه ديال البطوله، على الكالندري وعلى هاد المؤجلات. الحمد لله حتى لحد الساعه اليوم راه حنا غاديين في الاتجاه الصحيح، نقولوا الصحيح. اش كيبقى؟ البرمجه نقطة ضوء هذا العام بعدا، شوف باش ما نكروش. اش كيبقى؟ تيبقى التطبيق. هاي غاتطبق؟ لا انا كنقول لك كيبقى التطبيق مع السطر على بالحمر، مع استثناءات. ورا نعطيك واحد الاستثناء من دابا. الرحلة للوداد للجنوب افريقيا لمواجهة كايزر الشيف. واش موراها غادي يكون عاوتاني شي حجر صحي على اللاعبين؟ على اللاعبين باقي ما عرفتيش. الحجر الصحي على الفريق. ودابا دابا منير ما نبقاوش نهضروا على الغيب. لا حنا كنفترضوا لان عندنا تجارب. ولكن انا منير علاش ما تخليهاش بحال هكا؟ احنا الجمهور ملي كتيك مع استثناء، ملي كتقول استثناء علاش بغيتي انت تشرح فيها كاع؟ حيت ملي كتقول استثناء، الا شديتي ديك الاستثناء وبغيتي تشرحها ليا انا وللناس ليكسبسيون، اش غادخل فيها؟ دخل فيها الشيء اللي قلتي انت. اييه. مباراه ديال واش يكون فيها شي كوفيد، واش غيكون شي حجر صحي؟ لا حجر. كنقول لك انا، اذا علاش سميناها، علاش انا كفخر الدين قلت لك البروغرام
حتى لدابا مزيان كلشي غادي زوين مع استثناء. ولكن الاستثناء هو شي حاجه اللي كتجيك في اخر لحظه ما كتعرفش هو اللي غادي تولي تقدر تجي. هذه عندنا تجربه. لا ولكن انا نجيك بلا عرفتها ديال الرجاء. مشى الرجاء جنوب افريقيا عرفتها جا تفرض عليه حجر ما كاين مشكل ولكن قالوا لي غتلعب ماتش في وجده. في وجده ما كاين مشكل تهز سيدي غتمشي لوجده. اشنو ذنب هذاك الفريق اللي غتلعب ضده اللي خصو حتى هو يدير يدخل حجر وغيمشي ندي نفره. فانا هنا علاش قلت يمكن يطبقوا هذيك القضيه ديال الفاكسان يمكن يطبقوا القضيه ديال البيسير يمكن يطبقوا بزاف ديال الحوايج. المهم استثناء راه قلت لك علاش كاين حطيت لك استثناء علاش؟ لانه دائما افريقيا علاش انا دابا ما كتهضرش معايا انت اوروبا كون كنتي كتهضر معايا اوروبا نسكت عارف ما غيكون حتى شي حاجه ولكن ملي كتدخل هنايا البطوله الافريقيه كيكون فيها استثناء. انا غير قلنا هذا الشيء لانه المسؤولين ديالنا خصهم يعرفوا بلي راه هاد لي داتا هما راه محطوطين على تيساع على تيساع الا كانت غتكون شي حاجه شي قرارات ناقشوا من قبل الفراقي حتى الفريق اللي غيلعب ضده الفريق اللي عنده الحجر يعرف راسه واش لو ديبلاسمون ديالو اللي من بعد عنده طياره ولا عنده كار ولا عنده بيكالا الى غير ذلك. شكرا فخر الدين. شكرا لك تحيه للجميع. شكرا فخر الدين وشكرا جمال في اخراج حلقه اليوم. شكرا المهدي مواضيع وشكرا رشيد في الاخراج المرئي. بقوا اوفياء لبرامج شدا اف ام. بعد قليل كوت بيشو الى اللقاء.